حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعيش معكم اليوم في هذه النصيحة 27 من سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن العظيم. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت. ينبغي أن تكثر من ذكر الموت، لأن ذكر الموت يريح النفس، يجعل هموم الدنيا بين يديك صغيرة تتضاءل عندما تفكر بمصيبة الموت، وهو يعني أقصى شيء يمكن أن يأخذك التفكير إليه هو الموت. فعندما تفكر أنك ستموت بالفعل، ستوضع في هذا القبر وحيدا عاريا، لا يدخل معك إلا عملك، العمل فقط مسموح له أن يدخل. وعندما تدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من كثرة الكلام بغير ذكر الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان معظمه القرآن، بل إن مهمته الأساسية هي القرآن. قل إنما أنا بشر مثلكم. طيب، ما الذي يميز هذا البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم عنا نحن؟ يوحى إلي، ميزه الله بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن فائدة عظيمة لحفظ القرآن، وهو أنه سيكون رفيقك في القبر. سيكون هذا القرآن رفيقا لك في قبرك. أحدنا إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد يبحث عن صديق، إذا كان لديه قضية في محكمة استجواب مثلا، يحاول أن يبحث عن صديق يذهب معه ليواسيه، ليعني يتحدثان يتكلمان مع بعض، يعني يحاول أن ينسى همه، الموقف صعب ويحتاج إلى من يواسيه في هذا الموقف. عندما تذهب إلى مشفى تأخذ معك أحد يعينك يواسيك. طيب، أنت أمامك رحلة إلى عالم البرزخ وحيدا، ستكون وحيدا فيها، حتى أقرب الناس إليك لن يدخل معك القبر، لن يدخل معك هذا القبر إلا العمل. الإنسان إذا مات تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. أفضل عمل يمكن أن تقوم فيه هو حفظ القرآن والعمل بهذا الكتاب العظيم. القرآن الذي تحفظه أخي الحبيب وتحافظ عليه اليوم سيكون رفيقا لك لحظة الموت، وسيكون المدافع عنك والشفيع لك يوم يتخلى عنك أقرب الناس. وسيكون هذا القرآن نور لك. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. طيب، هل هناك أجمل من لحظة عندما تجد أن الناس معظمهم ليس له عمل، غافل عن الآخرة، وأنت نور القرآن يضيء لك يوم القيامة وفي قبرك ويوم تلقى الله عز وجل؟ هذا القرآن أخي الحبيب يحاجج عن أصحابه، وبخاصة سورة البقرة وآل عمران. ما أعظم أن تحفظ هاتين السورتين وتقرأ بهما في قيام الليل. لذلك والله أيها الأحبة،
أحد أهم نصائح البدء بحفظ القرآن أن تضع في دماغك لحظة الموت، وأن هذا الحفظ سيدخل معك. يعني أنا اليوم 24 ساعة، اليوم أيها الأحبة هو عبارة عن 24 ساعة، ستنام 6 أو 7 ساعات أو ربما أكثر، كل واحد حسب. لديك وقت لقضاء الحاجة، للطعام، للشراب، للأهل، للكذا. سيتبقى لديك 6 7 ساعات، 8 ساعات. معظم الناس ينفقون هذا الوقت إما في التسلية، في اللهو، أو في عمل معين أو كذا. يأتي آخر النهار، انتهى اليوم ولم يحفظ شيئا، ولم يلتفت للقرآن، وهو ينسى، نسي كلام الله. وهؤلاء يمكن أن ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. طيب كيف أنا أذكر الله؟ بذكره من خلال هذا القرآن، بقراءة كلامه. إذن يجب أن تتذكر أن وقت النوم سيضيع، العمل سيذهب، الأموال ستذهب، ستترك كل شيء. خلال هذه 24 ساعة حاول أن تجعل ساعة كل يوم لحفظ القرآن. قل: أنا سأخصص هذه الساعة لأخذها معي إلى القبر، رصيد لك. يعني أحدنا اليوم يحاول أن يجمع رصيدا له، يقول للأيام السوداء التي ستأتي، وليس هناك أيام أسوأ من لحظة دخول القبر على الكافر والناسي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إذن أيها الأحبة، إذا أردت أن تحفظ القرآن كما قلت لك، تذكر الموت وأن هذا القرآن سيكون رفيقا لك وسيكون نورا لك في القبر، وبالتالي هذا الأمر يحفزك لحفظ القرآن، يجعلك أكثر حرصا على أن تحفظ المزيد وتتفكر بالمزيد وتقرأ المزيد وتستمع إلى المزيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حفظ كلامه العظيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.